أقدمت جامعة عمار ثليجي باللغواط على تحضير كمية معتبرة من السائل المعقم الذي وجهه إلى المؤسسات الصحية بالولاية. قمنا اليوم بإكمال أول دفعة موجهة لعمال الصحة بمستشفى حميدة بن عجيلة، وذلك وفق المعايير التي صرحت بها منظمة الصحة العالمية. المدرسة العليا عبد الرحمن طالب بالأغواط أبت إلا أن تبصم على حضور قوي في المبادرة التطوعية، فحضر الجميع واضعين خبراتهم لتحضير سائل وهلام معقمين. احنا معنا المشكل تاعنا الكبير اللي لقيناه معنا في المواد الأولية، خاصة مادة الإيثانول، إيثانول النقي معنا 100%. إن شاء الله معناها الحمد لله المحسنين راهم كاينين عاونونا، وإن شاء الله نزيدوا معنا نتمنوا هذه المبادرة باش ما تحبس إن شاء الله. هذه المبادرة العلمية التطوعية تجسدت بواسطة مجموعة من الطلبة والدكاترة من مختلف تخصصات طب، صيدلة، بيولوجيا، أثبتت انخراط المجتمع العلمي في خدمة الصحة، صحة والمجتمع، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية. هو تاريخ يكتب اليوم ليقرأ غدا، أن الطالب الجزائري ساهم في حدود اختصاصه بما ينفع البلاد والعباد، مؤكدا أنه لا يقل شأنا عن جيل نوفمبر الخالد.